الحين علشان نحط العظم عليه، بدل لا نعمل كذي ندوس اي عشان روتيشن. لازم نحط له اف بي اي كي علشان الحركة. الحين انا مسوي ناتشرال بوز، اذا حركنا سوينا الحركة هذه مثلا، نبي نرجعها مثل ما كانت، نطق على اي جسم، نروح على سكن go to bind pose، راح يرجع لنا البوز الرئيسي. الحين علشان نحط الكنترولر، في عندنا بالسكيلتون اذا رحنا على الانيميشن راح نلقى سكيلتون فول بودي اي كي. الفول بودي اي كي المفروض نأشر على العظم ونقول له ابلاي. الحين اعطانا طبعا في مسج هني ايرور ان العظم هذا مو متعرف عليه المايه، يبيلك تسوي له ريتارجت. الريتارجت جدا سهل وكله بالماوس. الحين نمشي فيه خطوة خطوة، وممكن يتطبق على أي نوع عظم. الحين إذا رحنا على سكيلتون ناخذ جوينت ليبل، في عندنا اد اف بي اي كي ليبلز، نطق هني طقه نبي هذا احنا. الحين علشان نطلع الليبلز مال البون نفس المكان، سكيلتون show all labels. لو نلاحظ ان الليبل كلها مكتوب نن، احنا عندنا اللي نبي نسوي له الليبلينج الهيد والنيك والسباين والروت والتو ليج والتو هاند. خلينا نشوف شلون، خلينا نبتدي. تقدر تبتدي من اي مكان، بس انا عادة كلها ابتدي من الهيب. يعني الحين اذا اشرنا على الهيب نلاحظ ان كل البون تأشر عليه لانه هو السنتر. هني ندور ليبل روت، نضغط ضغطة واحدة راح نشوف تغير من نان الى روت. الحين اذا رحنا على هذه الليفت ليج نأشر عليه، نقول له اول شيء ليبل ليفت عشان نتعرف عليه ان هذه ليفت، ونقول له ان هذه ليج 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 ليبل ليج. نلاحظ انه هو بروحه سوى سمى العظم ني، وهني اعطاه فوت وهني تو، بروحه سماهم. اذا ما سماهم تقدر انت تجي هني وتقول له هذا ابي ني، تأشر عليه طبعا هو اوريدي ليفت، ونقول له ليبل ني. نفس الطريقة هني نأشر على العظم هذا ونقول له ليبل فوت. نفس الشيء هني ليبل تو. نقدر احنا يعني نسميهم اذا مو مسميين هما، فهو اوريدي سمالك اياهم. نفس الشيء نروح على الرايت ليج، نقول له هذه رايت، ليبل رايت، سواهم رايت. الحين نقول له هذه ليج، نقول له ليبل ليج. نفس الطريقة هم سمى هذا ني وفوت وتو. الحين فوق الهيب في عندنا سباين، ليبل سباين، ما في ليفت ورايت طبعا، هذا نفس الطريقة هم سباين
هذه المنطقة هي الشولدر، هذه منطقة الشولدر. هني هذا الكلر يسمونه اللي هو هذا ليبل كلر، بس أول شيء نأشر على الجهة هذه ونقول له هذه الليفت سايد، ليبل ليفت، ونقول له هذا كلر، نأشر على هذه نقول له شولدر، ونأشر على الالبو نقول له هذا البو. هذه العظم الفور ارم ما يحتاج تسميها، اذا موجودة سميها، بس الظاهر مو موجودة، مو حاطين. هذه اكثر شيء يستعملونها بالموشن بيلدر. نأشر على الهاند ونقول له ليبل هاند، نفس الطريقة هني. هذه الرايت سايد نقول له ليبل رايت، هذا نفسه كلر، هذا شولدر ليبل شولدر، هذا البو ليبل البو، هذا الهاند. وني هني نأشر على هذا نقول له نيك ليبل نيك، وهذا ليبل هيد. كذي عندنا العظم جاهز علشان نسوي له الكنترولر. نقول له هايد اول ليبلز، ونأشر على الروت، نروح على سكيلتون فول بودي اي كي، نفتح الاوبشن بوكس، نقول له باي ليبل باي بيد، نقول له ابلاي، سوى لنا اياه. الحين عندنا البون في حركة، لو نلاحظ، خلاص نسكر هذيل، لو نلاحظ نشوف انه في علاقة. بينهم طبعا هذا الحين إذا نزلنا كذي لو نلاحظ ان الايد ثابتة، نقدر نضغط على الكنترولر رايت كليك ونقول له انبن، انبن يشيل التثبيت منها. الحين لاحظ ان الايد قاعد تروح، نفس الشيء هني نقدر رايت كليك نقول له انبن، وني هني نحرك بالطريقة هذه. الريل نفس الشيء نقدر نحركه، وفي علاقة لو نلاحظ بين جميع أجزاء الجسم.